أثابكم الله. يقول السائل: سماحة الشيخ، نرى من الناس من يصلي 10 ركعات مع الإمام في المسجد الحرام ثم لا يكملون الباقي، علما بأنهم يجلسون يتحدثون يقولون السنة 11 ركعة، فهل نصلي 23 ركعة أم نكتفي ب11 ركعة؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. فما دام الإمام يصلي وأن تريد الأجر فصلي مع الإمام ولا تحرم نفسك من هذا الثواب. والرسول صلى الله عليه وسلم لم يحدد صلاة التراويح بحد معين، بل رغب في قيام الليل ما لم يحدد، ورغب في قيام رمضان فقال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ولم يحدد ب13 ركعة أو 11 ركعة، ما حدد، بل قال: من قام مع الإمام حتى ينصرف. هذا مطلق، سواء كان الإمام يصلي 13 أو يصلي 23، كله سنة ولله الحمد. فكيف الإنسان يحرم نفسه، لا سيما أنه يدعي أنه طالب علم أو أنه عالم، كيف يحرم نفسه من هذا الثواب وينصرف والناس ينظرون إليه وهو طالب علم ويقتدون به؟ هذا غلط، هذا غلط مبين. نعم. ثم أيضا تكمله للجواب اللي قبل هذا، هل ينفصلون عن الإمام ويجلسون؟ هذا فيه تفريق لكلمة المسلمين، مفروض أن المسلمين يكونون جماعة واحدة وأن يصلون وأن يصلوا جميعا ولا يتفرقون. ما دام المسلمون يصلون فصلي معهم، أنت مسلم صل مع المسلمين يا أخي، لا تحرم نفسك الأجر ولا تظهر المفارقة والمخالفة وتكون قدوة سيئة للآخرين، تحرم نفسك من هذا الثواب العظيم.